قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تواصل التصدي لتوغل أوكراني في البلاد، وفرضت روسيا نظاما أمنيا واسعا في 3 مناطق حدودية، وحشدت قوات لمواجهة أكبر هجوم أوكراني مضاد على أراض روسية منذ اندلاع الحرب في عام 2022. أعلنت الوكالة النووية الروسية أن الهجوم عبر الحدود الذي شنته أوكرانيا شكل تهديدا مباشرا لمحطة الطاقة النووية تقع على بعد أقل من 50 كيلومتر من منطقة القتال. أضافت الوكالة النووية الروسية أن تصرفات الجيش الأوكراني تشكل تهديدا مباشرا لمحطة كورسك للطاقة النووية غرب روسيا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، ومضيفة أن هناك خطرا حقيقيا من وقوع ضربات واستفزازات من جانب الجيش الأوكراني. كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذرت من المساس بالمحطة النووية في منطقة كورسك الروسية والتزام أقصى درجات ضبط النفس لتفادي كارثة نووية.